السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله بإذن الله نستنى بس الناس تدخل. استنى بس الناس تدخل علشان نبدأ نتكلم عن ازاي نتعامل مع المرضى في الأيام اللي جاية. عايز ترن؟ طب وبعدين؟ بعد ما تخلص إن شاء الله هبقى أكلمك. علشان احنا الفترة اللي جاية بإذن الله الدنيا هتفتح وكده، والناس كلها تشتغل وإن شاء الله الشغل يكتر وكده، فهيبقى في ناس كتير بتدخل المعمل ولازم ناخد بالنا في الأيام اللي جاية علشان نحافظ على نفسنا وعلى أولادنا وعلى أهلنا نفسهم وعلى الناس التانية اللي داخلة، الناس البيشنت المريض اللي جاي. احنا بس هنبدأ بس نستنى شوية على ما الناس تبدأ تيجي وتتجمع، بحيث ان أكتر ناس، وأنا هنزل كده كده هسجل الفيديو وهنزله إن شاء الله، مش هيتشال من على الصفحة. النقطة الأولانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان احنا لازم نتعامل مع كل المرضى اللي داخلين جوه المعمل على انهم مصابين، سواء اذا كان هو مصاب بفيروس كورونا او مش مصاب بفيروس كورونا، لان ده هيخلينا نتعامل ب الحاجات الوقائية، ان احنا نستخدم الكحول، نستخدم الجوانتي، نستخدم الكمامة. لازم كلنا، لان انا مش عارف المريض اللي داخل لي ده هل هو داخل لي وهو عنده الفيروس ولا ما عندوش، فانا لازم بشتغل على اساس ان هو عنده الفيروس. هو دخل لي فانا بتكلم وبتعامل معاه على اساس ان هو عنده الفيروس. ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها من اول ما هو بيدخل جوه المعمل؟ في البداية طبعا احنا ما عندناش الكباين اللي هي بتاعة التعقيم، ولما تيجي في البداية الكلام ده هيحصل بعد كده ان شاء الله، لما الدنيا تمشي شوية هتلاقي حتة الكباين دي هتبقى معممة في كل المعامل وكل العيادات علشان وقاء للمرضى، وكل المصالح الحكومية والمدارس، كل حاجة كل حاجة الكباين. بس الوقت في الفترة الحالية دي اللي هي الشهر أو الشهرين اللي جايين مش هيبقى فيه كباين بالعدد الكبير أو بالشكل الكبير اللي احنا متوقعينه. فأول حاجة أول ما هو بيدخل لازم الريسبشن زينا بالظبط، يعني ما أقولش الريسبشن ده حد مختلف أو لا، الريسبشن ما هو برضو لا قدر لو حصل له أي عدوى فاحنا برضو هنتعدى. فلازم نبقى واخدين حذرنا ونعلم الناس اللي موجودة ازاي يتعاملوا مع المريض او مع اي حد داخل المعمل، سواء كان عنده تاني او ما عندوش. رقم واحد لازم وان شاء الله تتطبق بعد كده ان ما يدخلش المعمل الا لابس كمامة وجوانتي. ده من ابسط الحاجات اللي المفروض ان احنا نكتب للمرضى او نعلم المرضى، واللي ما عندوش ان شاء الله نحاول نوفر له ده، بحيث ان هو اول ما يدخل لازم يكون لابس كمامة وجوانتي علشان يحمي نفسه ويحمينا. يحمي نفسه ازاي؟ ان لا قدر الله لو في حد كان داخل المكان وفي اصابة هو ما يتعداش بالكمامة والجوانتي. طيب لو هو يبقى هو حامي الناس اللي جاية بعده. لازم دايما دايما تنظيف الاماكن يا جماعه بالديتول سوري بالكحول والكلور المخفف، الكراسي، البنشات، الاوكر بتاعه البيبان، كل الكلام ده لازم قبل وبعد المريض ما يدخل. انا النهارده جالي مريض دخل جوه المعمل انا مش عارف هو نظامه ايه، فبعد ما يخرج لازم اطهر مكانه واطهر كل الاماكن وخصوصا الكراسي تاني، وطبعا الكراسي الأرضية، والأرضية برضو لازم ما ننساهاش، لأن الفيروس تقيل فبينزل على الأرض، واللي داخل بيدوس على الأرض بجزمته فبياخده معاه وينقله لأماكن مختلفة. فكرة الدكتور بيقول فكرة إن أنا أحط كمامة وكحول خارج المعمل، دي فكرة كويسة جدا، إن أنا أحط علبة كمامات بس يا رب إن هي تكون متاحة أو موجودة،
ان انا احطها قدام المعمل على كرسي كده او على ترابيزه صغيره، ان انا احط ازازه الكحول والكمامات، بحيث ان اللي داخل ما هواش لابس كمامه، واكتب يافطه صغيره ان اي حد يدخل المعمل لازم يرتدي الكمامه والقفازات، وبرده ينظف ايده بالكحول علشان العدوى. يا جماعه بصراحه الدنيا في الايام اللي جايه ما هياش وردي، ما هياش ان هو هيفتح وهيفتح بس عشان الاقتصاد. الحكومه بتاعتنا هتفتح الشغل علشان الاقتصاد، مش حاجه تانية، مش عشان احنا شعب بسم الله ما شاء الله 100 100 وتغلبنا على الكورونا. لا ده بالعكس، ده احنا بنزيد، ده احنا بنزيد بال500. خدوا بالكم ان اسبوع اسبوعين والدنيا هتطلع للالافات، ده المكتشف، ما بالك بقى الغير مكتشف. فالاعداد رهيبه. يعني ايه الغير مكتشف؟ انا لما باجي اقول ان وزاره الصحه عملت خلال شهرين كاملين 100 ألف اختبار، أمريكا بتعمل في اليوم الواحد 100 ألف اختبار، فأنت في 100 ألف اختبار اكتشفت 8200، فما بالك بقى لو عملت 1,000,000 اختبار هتلاقي قد إيه، لو عملت عينات عشوائية هتلاقي قد إيه. الأعداد رهيبة، الأعداد في ازدياد بشكل رهيب. ماليش دعوة وما بكلمش على هل تحور، حصل تحور ل الفيروس جيني بأقل شراسة أو أعلى شراسة، أنا مش بتكلم على ده. لو هو حصل له تحور هتلاقي نسبة الوفيات أقل، لا بالعكس، ده نسبة الوفيات ثابتة ما اتغيرتش، فما حصلوش تحور. الكيرف بتاع مصر طبعا طردي، بيعلى بيعلى كل يوم عن التاني، كل أسبوع عن التاني. ولو الأرقام اللي موجودة دي حقيقية بتنم على الأعداد الحقيقية، يبقى برضه في زيادة، مش نقص زي ما بيتقال، لا 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 زيادة. لما يجي لي في الأسبوع 100 وبعدين الأسبوع اللي بعده 200 300 400 500، احنا بنزيد بالمية. لو اتعمل فحص شامل وعشوائي للعينات كلها للناس اللي موجودة في الشارع، هتلاقي الأعداد نطت للألفات، الألفات بجد. يعني احنا ممكن تكون ال 8000 ده رقم خادع جدا جدا. فيا جماعة الناس تاخد بالها من نفسها، تاخد بالها من أهلها، كل واحد بيتصاب ما هوش رقم زي ما بيتقال. النهاردة زدنا 100 200، الكلام ده 100 200 ده مش رقم، ده 100 200 ده أسرة، كل واحد بيمثل أسرة، كل واحد بيمثل أسرة. والمخالطين ليه كمان اللي احنا مش عارفين عددهم كام، واللي ما بيتعمل لهمش مسح شامل للعينات بتاعتهم. يا اخي ده مستشفى الباجور عاملين وقفة علشان يتعامل للناس اللي بتتعامل مع المرضى لهم مسح، فما بالك المخالطين ما بيتعمل لهمش 90% مسح. البلد والناس ما عندهاش وعي، وده دورنا اللي احنا واقفين وقاعدين نتفرج ونقول الناس ما عندهاش وعي، الناس ما عندهاش وعي. احنا ما بنوصلش للناس، احنا قاعدين نتكلم زي ما احنا بنتكلم مع بعض، بنتكلم على النت بس، انما ما بننزلش للناس، ما فيش حملات توعية للناس. دكتور محمد اسماعيل ربنا يجازيك خير، شكرا. طبعا مستحيل، الاعداد طبعا اكتر من كده بكتير، انت لا تتخيل. لو واحد في ميدان والميدان ده فيه 1,000 وهو اتعامل مع 5 6، والخمسة ستة اتعاملوا مع 5 6 كل واحد فيهم، فانت شوف الاعداد هتبقى عاملة ازاي. واحنا بسم الله ما شاء الله كل الاعداد في كل حته، في مصر كلها، مش بتكلم على القاهره، مش بتكلم على المنصوره بلدي، مش بتكلم على اي حد، انا بتكلم على مصر كلها. كميه زحمه في رمضان رهيبه رهيبه، والحمد لله ان هو عمل غلق او حظر اللي بعد الفطار، من بعد الفطار اللي هو الساعه 9، لان كانت هتبقى في كوارث، وكان هيبقى في انتشار كبير جدا 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 للاعداد دي. يبقى ناخد حذرنا في الايام اللي جايه، وزي ما احنا بنقول الاعداد بتزيد. انا مش عارف اللي داخل ده عندي هو مصاب ولا لا. نتمنى من الجميع ياخد الحذر بتاعه، نتمنى من الجميع يلتزم بالتعليمات الوقائية. لازم اشتغل بجوانتي واتعلم اشتغل بجوانتي، لازم اشتغل بكمامة واتعلم اشتغل بكمامة. الانتقالات بتاعتي لازم تكون لابس كمامة ومعايا الكحول، لازم ادور على الكحول، مش مشكلة غالي الايام دي، مش مشكلة. أحاول الدنيا هي إن شاء الله، إن شاء الله ما تطولش الفترة، والناس اللي متوقعة إن فيروس كورونا بكرة وبعده هينتهي، أو الشهر الجاي أو الشهر ده هينتهي، ما توقعش.
اتوقعش ده طبعا يعني. انا عن نفسي اتوقع ان هو يعدي سنه كمان، سنه سنه ونص كمان ان شاء الله، ان شاء الله يكون اقل من كده. بس توقعي الشخصي لازم هيستمر لمده سنه يعني، علشان نبدا نفوق من الفيروس كورونا ومن تداعياته يعني. لو استمرينا على كده اعتقد ان احنا على رمضان الجاي تبدا الدنيا تقل كاعداد. ايه رأيك انه كان موجود من شهر 9 الماضي؟ ده حاجة متأكد منها زي ما انا بكلمكم كده. الفيروس موجود مش في مصر بس، في العالم كله، منتشر في العالم كله من قبل شهر، في بداية الشتاء 9 10 11. وكل الناس بتقول ان هو في الوقت في 10 و11 ظهرت حالات في 10 و11، بس ما كانتش مكتشفة لأن ما كانش فيه ديتكشن للفيروس اللي موجود، أو طرق للديتكشن إزاي أدور على الفيروس وأعرفه بالبي سي آر والحاجات اللي اكتشفت بعد كده إزاي إحنا نصنف أو نعرف الفيروس. بص يا جماعة، الفيروس ده لأول مرة موجود، مش لأول مرة طبعا، في يعني عائلات مختلفة من الفيروسات موجودة قبل كده، بس احنا بنتعامل مع فيروس غير معلوم لينا معلومات عنه، ما عندناش معلومات عنه، فكل يوم بيطلع جديد وكل يوم بيطلع تكذيب لنظريات، او ان احنا بنقول عليها خطأ لنظريات طلعت قديمة في بداية الديتكشن في البداية، وازاي بنعمل علاج للمرض والكلام ده. أتمنى من الناس كلها اللي قاعدة تحارب في بعضها تهدى شوية ونبص بمنظور علمي، وكل واحد وطريقته. الفيس مفتوح للناس كلها، يقدر يقول كل اللي هو عايزه، كل واحد ما يحجرش على رأي التاني، والتاني ده يقول ده غلط وده اللي صح، وأنا علامة. عايز أقول لكم إن حضراتكم كلكم ما تعملتوش مع الفيروس، ما واجهتوش الفيروس، ما تعملتوش في معمل مع الفيروس. مش كلكم يعني، اكيد في ناس من اللي اشتغلوا عليه، بس لا اعتقد ان معظم الناس، او بمعنى اصح 95% من الناس اللي بتتكلم عن فيروس كورونا، ما هي الا معلومات منقوله، معلومات منقوله. محدش فيكم عزل الفيروس واشتغل عليه واتكلم عليه والكلام ده، كلكم. مش بستثني حد او اقول على حد اشتغل والتاني لا، انا بتكلم على الجميع. فنهدى شوية يا جماعة على بعض، ما نرميش بعض بألفاظ وحشة يعني، ونتعاون مع بعض ونحاول نعمل بحث يعني. طبعا اللي انا بقوله ده كلام هزي يعني، مش هيحصل يعني، بس انا اتمنى ان الناس كلها تهدى على بعض شوية، والناس تحاول تركز. سلام عليكم حبيبي، ازيك يا حاج؟ الله، صباح السلام. صباح السلام، سلموني كده. عايز اعمل تحليل تحليل يا سامي. خلاص، هي معاك اسحبي 5 سم سي بي سي والباقي على النشا. لا، يبقى انت اصبر شويه، اصبر شويه. لو انت هتستنى بعد العيد، ثواني يا جماعه معلش، اصبر شويه. لو انت هتستنى لبعد العيد يعني، التحليل موجود دلوقتي؟ لا، ما تسحبش الوقت، استنى مثلا على يوم 27 نعمل، لو انت هتروح له بعد العيد او 28. لما ناخد التحليل دلوقتي احنا ونعرف ايه حاجه، النتائج هتتغير على ما اجي اروح. طيب يعني في 27 كده؟ 27 ان شاء الله. طيب شكرا يا دكتور. تحت امرك، تحت امرك، تحت امرك. كل سنه طيب. سلام سلام. طيب نتكلم بقى، المفروض يتم عمل فحص الأجسام المضادة على الأقل لعشرين مليون بشكل عشوائي بسبب غذاء. طيب الفكرة كويسة بس التطبيق صعب جدا. إزاي أنا هعمل أجسام مضادة لعشرين مليون والفحص الأجسام المضادة ده رابد تيست، والكواليتي بتاعت رابد تيست ما هياش جامدة. ثانيا هي تكلفة كبيرة قوي قوي على الدولة، واعتقد ان هما مش هيقدروا يعملوها وينفذوها في الوقت الحالي، الا اذا خدوا قرض من البنك الدولي، انما او جت منحة او حاجة زي كده. انما احنا من نفسنا كده نقدر نعمل ال 20 مليون فحص الانتي بودي الاجسام المضادة؟ لا، ده صعب.
احنا هنمشي بنمشي في مصر بالبروتوكول اللي هو طلع زي بالسي بي سي بالكلام ده، وبعدين نبدأ لمرحلة السي تي والكلام ده، وبعدين نبدأ للبي سي ار. هي الترتيب كده يعني، فمش هي مش هتختلف. لو جت منحة الدنيا كلها هتظبط، ما جاتش منحة احنا عايشين، انت بقى وحظك انت ومناعتك. جالك الفيروس، اهلا وسهلا، قدرت تقاومه جميل قوي، ما قدرتش تقاومه مت. ساعدنا بك في الحياة الدنيا، وبعدين وبعد كده نقابلك ان شاء الله في الاخر. هو ده اللي هيمشي في الايام اللي جاية، هو ده اللي هيتم في الايام اللي جاية. الدنيا هتفتح، اعداد هتبقى باعداد مهولة، بارقام مهولة هتخض. هنقعد شهر شهرين بالاعداد الكبيره دي، وبعدين الدنيا تبدا ان شاء الله، ان شاء الله يعني تنزل وتسيطر عليها واحده واحده، نتمنى ده. بس مش واحده واحده معنى كده ان احنا بعد شهرين الدنيا هتقل، لا، ده في موجه تانية، وهتبقى موجه اشرس كمان في الشتاء. في فتره الشتاء هتبقى موجه من الموجه التانية من الفيروس، هتبقى اشرس من الموجه دي. ولا قدر الله لو حصل له اي تحور جيني او ميوتيشن، هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وربنا يعافينا ويعافي الناس كلها. نرجع تاني للجملة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي بتاعت الحرب الدايرة على الفيس. مش مستاهلة، مش مستاهلة كل اللي احنا بنعمله. احنا كلنا بنكمل بعض، وكلنا واحد، وكلنا هدفنا ان الدنيا تمشي، وهدفنا ان احنا نقضي على الفيروس. نعلم الناس، نكلم الناس بطريقه صح. لا نهول الموضوع واقول ان الدنيا صعبه جدا جدا جدا، ولا ان انا ابسط الموضوع بحيث ان انا، يا جماعه في ناس بتقول لي، انا بشوف بوستات مختلفه، بوست يحسسني الدنيا سودة، وبوست يحسسني ان الدنيا وردي. يا جماعه يا جماعه لو سمحتوا، الوسط حلو، الوسط حلو. انا لازم اعلم الناس ان في خطر، الخطر مش كبير، بس في خطر لازم ياخد باله، لازم يعامل، لازم يعلم ولاده، لازم يعلم اهله ازاي يتعامل، ازاي يسلم، ازاي يلمس حد، ازاي يبوس حد. الكلام ده كله لازم نمنعه حتى فترة الفيروس. وخدوا بالكم الموضوع زي ما قلت مش هينتهي، احنا قدامنا سنة بالميت بالقليل. انا متفائل ان انا بقول سنة، وان شاء الله ان شاء الله تكون اقل من كده. بس على ما يبقى يعمل فاكسين والكلام ده، وياخد دورته اللي هي اصلا المفروض مش اقل من سنه وثمان شهور تقريبا. فقدامنا سنه بالمية يعني بالقليل. هي هي هيضغطوا حاجات، مش هيشتغلوا على انيمال، او هيقلل المده اللي هيشتغل عليها على الانيمال والعدد، علشان يبدا يطلع فاكسين بمده بسرعه اكتر. فتقريبا سنة، ده اللي احنا اتعلمناه، سنة 8 شهور، سنة و9 شهور. البروتوكول يطبق بحال كان ظهر اعراض او على مخالطين للمريض. اتمنى الموضوع ده لو اتعمل يبقى حاجة كويسة جدا، ان احنا يكون في بروتوكول، البروتوكول يطبق على الجميع كل يعني انا جالي واحد النهارده دخل، وعرفت ان هو مشيت معاه البروتوكول كامل، فعرفت ان هو عنده لا قدر الله فيروس الكورونا. ابدا بقى للمخالطين جميعا، هو خالط مين لمده 14 يوم سابقا، مش النهارده، مش ان هو اروح اجيب ابوه وامه وعمته وخالته والكلام ده اللي هو راح زارهم في رمضان واقول ان هو ده، لا، ده المخالطين. يعني ايه المخالطين؟ هو النهارده دخل عند حلاق، دخل عند حد بتاع بقاله الكلام ده، وهيبقى صعب جدا، بس يا ريت يتعمل. انا اصلا يعني اقتراح ان البلد اللي يظهر فيها، او القريه اللي يظهر فيها حاله واحده، البلد كلها يتعمل لها فحص، علشان نقدر نحصر المرض في اماكن محدوده، والبلد يتعمل لها حظر، يعني فحص دوري عليهم لمده ال 14 يوم، كمان حظر ان هم ما يدخلوش ويخرجوا. وانا اوفر لهم، انا كحكومه مش انا كامين، انا كحكومه اوفر لهم الاكل والشرب لمده ال 14 يوم دول. ولو انا مش عايز اديهولهم كده، لا، طب ما انا حاسبهم عليه، حاسب يا عم عليه، على الاكل والشرب ازاي، على البطاقه التموين، على الكهرباء، على اي حاجه، خدهم منهم بالتقسيط على 10 شهور قدام. بس ما تسيبهمش، ما تسيبش الدنيا كده. الناس كلها سايحه على بعضها، الناس كلها بتنزل تجيب هدوم العيد، الناس كلها بصراحه يعني المكان الوحيد اللي اتقفل هو الجوامع بس. بص لكل حاجة بقى، الدنيا كلها بسم الله ما شاء الله، يعني كله في بعضه.
كله في بعضه، اذا كان مترو اذا كان مواصلات. والناس في البدايه كانت خايفه، دلوقتي الناس ما عادتش خايفه، عادي، ما هنموت هنموت، ما هو مش شايف تأثير ده. لا وريه وريه، يعني عرفه، نزل الحاجات دي جوه، اعمل يوم في مستشفى عزل، وريله الناس عامله ازاي. ما هو طول ما هو مش شايف بيسمع على ارقام واعداد، فالارقام والاعداد دي اتعود عليها، انما لما يشوف الحاله بتعاني ازاي، لما يشوف الحاله بتركب لها ازاي جهاز التنفس الصناعي، هيخاف هيترعب. انما انا كل يوم صباح الخير يا جماعه، الدنيا وردي، الدنيا حلوه، ده ما فيش حاجه، ده الاعداد قليله. ايوه، ما الاعداد قليله، ده الاعداد قليله ايه؟ انت وصلت 8000، 8000 والاعداد اللي هي الحقيقيه، اعتقد لو ضربنا في انا اعتقد ان احنا لازم نضرب في 10 عشان ندور على نشوف الاعداد تقريبا قد ايه. حاليا في السعوديه يتم مسح لاحياء كامله، وهذا السبب في زياده عدد الحالات في الفتره الاخيره. تقريبا تم تجهيز 70000 متطوع، اتمنى تطبيقه في جميع الدول العربيه. يا ريت يا ريت، السعوديه عامله مجهود رائع رائع، وربنا يبارك لهم، كل الدول بصراحه، حتى مصر. يعني رغم ان اللي احنا بنقوله واللي احنا بنتكلم عليه والديفكتات اللي احنا بنتكلم عليها، لا مصر عامله مجهود رائع رائع رائع، بس في اخطاء كتيره كتيره كده مضيعه المجهود، مضيعه الناس اللي على خط النار، مضيعه مجهود الناس الدكاتره. يا جماعه لو كان في البدايه عمل حظر لمده 14 يوم بس، حظر كامل، وبتطبيق الجمله اللي انا قلتها، ان انا اوفر للناس ماكل ومشرب لمده 14 يوم واحاسبهم عليهم، لو انا خايف على المصاريف احاسب الناس عليها بعد ما انا اخلص المحنه اللي انا فيها، كان زمان الدنيا كلها متظبطه ومفيش اي حالات كتير. بس الحمد لله احنا ما زلنا في في وقت كويس، وما زلنا في مرحله كويسه نقدر نسيطر على المرض لو في وعي كامل. كل الموجودين دلوقتي على اللايف كلهم خريجين علوم، يا جماعه نحاول مع بعض كلنا جوه، كل واحد جوه قريته يبذل مجهود شويه. هنصرف شويه، بس نعتبر ان السنه دي ما جاتش، السنه دي كلها كل الفلوس اللي داخله لنا او جزء منها نطلعه للتوعيه. مش شرط ان انا كل ما حاجه اعملها لازم استفاد بيها منها ماديا، نحاول نوعي الناس اللي حوالينا، الدايره اللي حوالينا، اهلنا، القرايب، الجيران. لو انا مش قادر ادخل في التوعيه، اشوف صفحات الجروبات بتاعه القرى وابدا اتكلم عليها. لو الدنيا فتحت بعد العيد شويه كده وعام وحصل تجمعات بس بعمليه تقنين، ويكون في مسافات بين الناس وكده، ممكن نعمل ندوات تثقيفيه جوه مراكز الشباب، بحيث ان الناس كلها تعرف، ندوات تثقيفيه جوه المساجد. اكتر مكان بيزوروا الناس المساجد، فانا سهل جدا يكون معايا قدامي اعداد وانا اقدر انقل لهم كخريج علوم وخريج طب وتمريض والفن، معهد فن صحي وزراعه، وكل الناس اللي هي في المجال الطبي وشغالين في المجال الطبي وعندهم داتا كويسه ان هو ينقل معلومات كويسه ويقدر يفيد بيها الناس، يا ريت يستخدموها ويشتغلوا عليها. لازم ننقل الوعي، لازم نكلم الناس، لازم نعرف الناس الخطوره. وتاني وتالت بكلم وبخاطب الاجهزه بتاعت الدوله ان لازم ينشر فيديوهات من جوه مستشفيات العزل، لازم، علشان الناس تشوف الخطر. عشان يا عم نزل ازاي وهو بيحط الجهاز التنفسي على المريض، صعوبه التنفس للمريض، كل الكلام ده لازم الناس تشوفه علشان تتخض. انما كل ما انت اللي انت بتعمله ان انت يا جماعه حافظوا على نفسكم، الدنيا هتدخل في حالات خطر، وهو مش شايف، هو مش حاسس، هو مش عارف. يعرف ازاي؟ زي ما انا قلت، بالاعلام، بالتوعيه، بدورنا كلنا كخريجي علوم ومتخصصين في المجال الطبي، اذا كنا هنا على السوشيال ميديا جميعا، يوتيوب او فيديوهات او واتس، اي حاجه من دي، نحاول نوصل صوتنا للناس، نعمل فكرة زي ما قلنا، لو أتيحت لينا إن أنا أحط كمامة قدام المعمل، كمامات يعني، إن اللي داخل ياخد كمامة. يا عم هقول لك على حاجة، فكرة حلوة، أنت ما أنتش عايز تصرف كمامة، والكمامة ب5 جنيه والكلام ده، حطها على المريض،
المريض جاي يحلل اي حاجة حطها على المريض. لو انت يعني للدرجات دي يعني مش قادر تجيب حقها فحطها على المريض، على نسب تحليل المريض. ربنا يا رب يخرجنا كلنا من الأزمة دي على خير، وإن شاء الله إن شاء الله مصر والعالم العربي والأمة الإسلامية وكل حد بيعيش على الأرض كلها، إذا كان مسلم مسيحي يهودي أي بشرية، أي إنسان ربنا يسلم الجميع. مش بنتكلم على ديانة، مش بنتكلم على جنس، مش بنتكلم على لون، مش بنتكلم على عرق، احنا بنتكلم ونتمنى السلامة لجميع الناس كلها، لجميع البشر. يا رب يا رب يكون الفيديو ده ناس استفادت منه، ونحاول بقدر الإمكان نطبق الكلام اللي احنا قلناه، ولو في أي أخطاء أتمنى إن أنتم تسامحوني عليها، ولو أنا أحسنت فده من عند ربنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله إن شاء الله مصر تكون كلها بخير والعالم الإسلامي كله. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.